اهلا بيكم معانا بالفاصل الفاصل، ودلوقتي بقى هنتكلم في موضوع مهم جدا بخصوص المراهقين. احنا دايما بنقف في حته كده مع اولادنا في سن المراهقه، مش عارفين نتعامل معاهم صح، بنطقش في بعض اكتر، حاسين احنا مش فاهمينهم، هم مش فاهميننا، طول الوقت ممكن تقلب معانا بخناق اكتر وشد ونعاقب اكتر، في حين ان الموضوع ممكن يكون اسهل بكتير جدا. محتاجين بس نفهم بعض اكتر، لان المرحله دي مرحله خاصه شويه عند الشباب، فهنبتدي نفهمها دلوقتي. معانا الاستاذه نهى موسى كوتش الحدود، اهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيكي سيري، اخبارك؟ نورك، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. يعني ايه بقى حدود للمراهقين؟ محتاجين نفهمه. طيب بصي يا سيري، خلينا كده ناخدها واحده واحده ونفهم الدنيا بتبقى ماشيه زي ما انت قلتي كده في البدايه. المراهقين في السن ده بيبقى مشاكلهم ايه؟ عند الرد بيبقى وحش، مش عايزين يتكلموا، او ما بيبقوش وسط العيله زي ما بيكونوا، مش عايزين يذاكروا، كسل كتير، حاجات من دي بتبقى اكتر حاجه. كتير منعزلين، يفرقوا عن نفسهم، ما نعرفش نخرجهم يبقوا معانا كده. بالظبط كده. لو خدنا بالنا ان المشكله الاساسيه في الحته دي هنلاقي في عامل مشترك واحد بس، وهو انه في صراع على الرغبه. صراع الرغبه ده ما بين مين؟ الولاد المراهقين عايزين ياخدوا حريتهم الكامله، وصراع الرغبه بتاعه الاب والام على السيطره او التحكم في الولاد. شايفين ان ده من حقهم، تمام؟ صراع الرغبة اللي مع الاتنين دول اللي بيخلي يوصل انه المراهق يبقى فاهم ان الحرية دي هتقدر تاخدها مع تحمل المسؤولية، وعايزين يفهم يوصل مع الاب والام انه في امتى تقف يبقى في سلطة وتقدر تقول او لا، وامتى تاخد ستيب باك بس كده وتسيب المراهق ده ياخد الحرية بتاعته او المسؤولية اللي احنا عايزين نديها له. طيب تمام؟ قبل ما نوصل لحتة السن ده عايز مننا ايه واحنا عايزين منه ايه، عايزة اسأل هل التغيرات اللي في الفترة دي ليها علاقة بالشخصية ولا ليها علاقة بالهرمونات؟ لان في الفترة دي الهرمونات بتبقى بتظبط نفسها بشكل مختلف. فبتاثر جدا على المود. تمام. المود بيتغير. تمام. وحلو ان انت كأم او كأب تفهمين اللقطه دي. فلقطه الخناق، لقطه الزعيق، لقطه الانعزال، لقطه العصبيه الفجاه، محتاجين ان احنا نفهم ان ده تغيير هرمونات، تغيير فسيولوجي جوه الطفل اساسا، او اللي هو بقى داخل في مرحله المراهقه اصلا دلوقتي. فانا كأم محتاجه ان انا اتفهم ده. ففكره الحدود هتخليني افهم انا حدودي ايه في ملكيتي لاولادي، لان كل اب وام بيحسوا ان دي ملكيتهم الخاصه، اصل انتوا بتوعي انا، فانا اللي اقدر اتحكم فيهم. وحدود ولادي ايه اللي انا اقدر استحملها او ان انا اقدر اديها له يعيش الحياه اللي هو شايفها بتاعته، واللي انا شايفاها ان هي ملكي انا. تمام. تمام. فلازم ابقى فاهمه كاب او ام الحته دي كويس قوي. طيب اشرح لنا بقى الولاد عايزين ايه مننا كاب وام. تمام. خليني اقول لك هم خمس حاجات مفيش اراء سادس فيهم بقى. اول حاجه هم محتاجين مننا ان الحب، والحب غير المشروط يا سالي، وده مهم جدا اللقطه دي. طيب. يعني ما ينفعش اروح اقول له هات لي كوبايه الميه، لو ما جبتهاليش هزعل، كمل اكلك لو ما حصلش مش عارف ايه، ده حب مشروط. لا، هنا بكسر او بضرب في الامان عند الطفل او عند المراهق في السن ده، هو اساسا تايه لوحده. تاني حاجه محتاج مني النصيحه، سواء خدت النصيحة هو خد بيها أو ما خدش بيها ما ينفعش أزعل منه. أنا بديله النصيحة اللي هي بناء على خبرتي أنا، وهو ليه الحق الحرية إن هو ياخدها أو لا. تالت حاجة بس لو في حاجة، معلش هقطعك في الحتة دي، لو مثلا هو داخل دلوقتي على خطر معين فلازم ياخد بالنصيحة غصب عنه، ما ينفعش إن هو باختياره. أنت عرفتي إنها خطر إزاي؟ مثلا أنا شايفة إن في صحاب مثلا هيضروه. أجين أنت عرفتي إنها خطر إزاي؟ جربتي صح؟ عرفتي أو بمعلومات، الواحد بيبقى برضه مع الإكسبيرينس أو مع الوقت بيكتسب معلومات أو خبرة معينة. بصي هقول لك، مين ليه بتكون خبرة؟ فأنا لو ما اديتلوش الخبرة في إن هو يعرف الصح من الغلط وأنا موجودة بسبورت، ودي الحاجة التالتة اللي هو عايزها، الإمباثي اللي هي العطف الرحمة، إنه لو عمل حاجة وطلعت غلط ما جيش بقى اقف انا شفت، ما هو اصل انا لو كنت قلت لك مش عارف ايه دي بتدي مشكله برضو معانا، اللي هو بيخلي الولد او المراهق او البنت المراهقه تخاف تيجي تقول لك على حاجه انها حتى غلطت او تكابر في الغلط.